أهلا بيكو، بنتكلم على إنه مرافق العاصمة الإدارية الجديدة بتتكلف 80 مليار جنيه الحقيقة، يعني رقم غريب شوية توقفنا عنده كتير. تعال نشوف كده تفاصيل أكتر عن التكاليف اللي جوه العاصمة الإدارية، وبعدين نرجع نسمع كده المسؤول بتاع العاصمة الإدارية وهو بيتكلم على 80 مليار، ونستقبل ضيفنا بعدها. صرف عليها في الدنيا أساسية اليابان الكبيرة كام؟ يعني حضرتك في طبعا احنا بنتكلم على كل المرافق القناة كلها بالكامل بيوتيان بالصورة والحاجات دي، يمكن نتعدى يعني طبعا الرقم مش مكمل قدامي كله، لكن اعتقد احنا ممكن نقرب من 80 مليار مليار جنيه في مرافق من مية وصرف وكهرباء وغاز شبكات الفايبر ومراكز التحكم. يعني اعتقد يعني وده ضمن احنا كشركه وكاداره تنفيذيه ان احنا يعني بنحاول باقصى استغلال نعمل عوائد من هذه طيب اهو كل الارقام اللي حضرتك شفتها دي وال80 مليار اللي المسؤول العجيب ده بيتكلم عنها، عبد الفتاح السيسي كان بينكرها كلها وبيقول انه موازنه الدوله ما اتكلفتش جنيه واحد للعاصمه الاداريه. خلينا نشوف السيسي قال ايه عن العاصمه الاداريه. هنا في العاصمه الاداريه 175,000 فدان، احنا مش قافلين على 40,000، مفيش، انا بقول لكم لثالث او رابع او خامس مره، مفيش حد من موازنة الدولة دفعت قرش هنا، ومش كده وبس، الشركة اللي شغالة هنا هتأجر لنا كل اللي عملته في التطوير العقاري للحكومة، مش كده يا دكتور مصطفى؟ هتأجره لنا، يعني ايه عملته هتأجره لنا؟ ما خدتش والدكتورة هالة موجودة ودولة الرئيس موجود ووزير المالية موجود، ما خدناش من الدولة فلوس، ما خدناش من الدولة فلوس للمواضيع دي. هل العاصمة في قرش من الدولة؟ طب أنا هقول لكم على حاجة، احنا عاملين حسابنا ان العاصمة تدخل البورصة ان شاء الله في اقرب فرصة دكتور مصطفى، وهيكون المالية اللي موجودة في صندوق الشركة. صوت السيسي طلع وصورتي طالعة، معلش، لكن هو موضوع غريب شوية مش كده؟ ان احنا بنتكلم على 80 مليار وعلى كل المليارات اللي فريق الاعداد جمعها لكم بتتصرف على العاصمه، والسيسي مصمم ان ميزانيه الدوله ما اتكلفتش جنيه واحد. الحقيقه ده موضوع محتاج متخصص عشان يشرحه لنا. هل السيسي بيكذب يا جماعه، ولا هل فعلا الدوله ما اتكلفتش حاجه وفي جهه تانية هي اللي بتصرف؟ لان المعلومات بتقول ان الخليج رافع ايده خلاص، ما بقاش في استثمارات، وان الصين اصلا المشروعات اللي بتعملها بتعملها بقروض، واحنا مصر اقتصادها يتخرب بيته اكتر ما هو يعني.
عشان الصين تخلص المشروعات دي. طب احنا بنصرف منين؟ ده سؤال مهم جدا، خلينا نقله لضيفي اللي بينضم الي عبر الانترنت، الاستاذ عبد الحافظ الصاوي الباحث والكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصاديه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك دكتور اسامه. يعني حضرتك اشرح لنا بقى ازاي كل المليارات دي بتتصرف، واخر رقم ان المرافق بس ميه ونور وكلام زي كده ب 80 مليار، والسيسي بيأكد للمرة الخامسة ولا الستة ان الدولة ما تكلفتش جنيه واحد. طيب احنا بنجيب الفلوس دي منين؟ هو طبعا الاداء اللي بيتكلم عنه السيسي وبيصدق عليه مدبولي او وزيرة التخطيط او رئيس شركة العاصمة الادارية الجديدة بيعكس ان احنا في عزبة، لان ميزانية الدولة ليها خصائص، ومن اهم خصائص الموازنة العامة للدولة في مصر وفي اي مكان في العالم حاجة اسمها عمومية الموازنة. بمعنى إيه؟ إن أي إيراد بيجي للدولة لازم أن يدخل في الموازنة، وأي مصروف يخرج للدولة يخرج من الموازنة. وإن فكرة الصناديق الخاصة كانت استثناء على الأصل، لكن إحنا في الحقيقة في ظل إدارة السيسي للمال العام عندنا مجموعة من الصناديق السوداء أو إدارة العزل، زي اللي بيحصل في العاصمة الإدارية الجديدة، زي اللي بيحصل في الصندوق السيادي، زي اللي حصل في حفر على قناة السويس. إذا كان السيسي بيقول إن الدولة أو الموازنة العامة للدولة لم تدفع جنيه واحد، فبالتالي هو مطالب أن يقدم للشعب الآن كشف حساب، أولاً دراسة الجدوى لهذه العاصمة، من أقرها من المؤسسات المعنية بذلك؟ هل عرضت على البرلمان؟ هل عرضت على الأجهزة الرقابية؟ تمويل هذه العاصمة سواء كان من الداخل أو من الخارج، هل تم عرضه على المؤسسات الرقابية البرلمان؟ هل تم مناقشتها مع مجتمع الأعمال، مع المجتمع الأهلي؟ إحنا الآن السيسي بيدين نفسه بهذه التصريحات، لأنه من غير المعقول أن يكون هناك مشروع داخل النطاق الجغرافي لمصر وينفق عليه حوالي 58 مليار دولار أو 59 مليار دولار ولا يعلم الوضع المالي بتاعه. المفروض أن احنا نحاط علما بكيفية التمويل ومصادرها، ولو في قروض هتتسدد إزاي، لكن أن تتم الإدارة بهذا الشكل فده لا يصنف إلا على أنه نوع من أنواع الفساد، لأن غياب الشفافية وضع طبيعي جدا أنه يفتح، مش باب واحد، يفتح كثير من الأبواب لإدارة المال العام. لو افترضنا أن هذه الأموال تخص هذه الشركة المعنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهذه الشركة تتبع القوات المسلحة، القوات المسلحة جزء من السلطة التنفيذية في مصر اللي بتخضع للحكومة، اللي مفروض تخش الموازنة العامة للدولة. حتى لو كانت صندوق خاص، فالمفروض الصندوق الخاص ده مع نهاية السنة أو طول السنة بيراجعوا الجهاز المركزي للمحاسبات، وفي نهاية السنة العجز أو الفائض بتاعه بيعرض على الموازنة العامة للدولة. الموازنة في تصميمها بتعملها الحكومة، بيعتمدها البرلمان، بتيجي المرحلة الثالثة تنفذ الحكومة، المرحلة الرابعة للموازنة العامة للدولة بتعتمدها البرلمان، وبيكون مصحوب بتقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات. فاللي بيحصل ده نوع من التعقيد. طيب في نقطة مهمة أنت تفضلت بيها أستاذ عبد الحافظ، وهي قصة علاقة هذه الشركة اللي هي بتدير كل حاجة وبتنفق بالدولة. تعال نسمع مع بعض كده رئيس شركة العاصمة الإدارية وهو بيعلن عن إن الشركة دي ملك مين. نتابع. لازم تعملوا ميزانية مش كده؟ لا، الشركة عندنا مرحلة، إحنا شركة خاصة، عندنا حتى جهاز المركزي بيراجع علينا، عندنا مراجع خارجيه، عندنا شركه، عندنا جامعات عموميه بتدريباتنا وبنعتمدها. شركه يعني زي اي شركه حتتعمل، يعني عليها نص بين الاداره وبين الملكيه، يعني الاداره حاجه حاجه والملكيه حاجه. الاداره احنا شركه خاصه والاداره خاصه، والملكيه طبعا ملكيه الدوله. الملكيه طبعا ملكيه الدوله. طب هي لو الشركه مملوكه للدوله يا استاذ عبد الحافظ، مش المفروض دي تابعه داخله في موازنه الدوله؟ يعني ايه هم بيديروها بس الملكيه للدوله، والسيسي بيقول لنا ان الدوله ما بتنفقش حاجه؟ الحقيقه وضع محير شوي. احنا لو حتى يعني سلمنا بهذا المنطق ان الاداره بتسند الى شركه في ظل مبدا الفصل بين الملكيه والاداره، فمفروض الدوله بتتعامل معها مثل باقي الهيئات.
يعني احنا عندنا الهيئه العامه لقناه السويس، الهيئه العامه للبترول، الهيئه العامه للاسكان والتعمير، الهيئه العامه للصرف الصحي ومياه الشرب. كل هذه الهيئات في الباب الخامس في الموازنه العامه للدوله بتيجي في اخر البيان المالي بيقول لنا علاقه الهيئات الاقتصاديه بالموازنه العامه، ويقول ان صافي هذه العلاقه اما فائض او عجز، وبيعرض لنا كل هيئه لوحديها حققت عجز او فائض. بنشوف هيئه قناه السويس، هيئه الاسكان والتعمير، بعض الهيئات الاخرى بتحقق فائض، لكن اجمالا الهيئات الاقتصاديه بتحقق عجز وبيدفعها المواطن. فهذا الانفاق بهذا الشكل يستاهل المحاسبه، ومما سيعد جريمه في حق البرلمان المصري او مجلس النواب انه يتم تمرير هذا المشروع ولا تقدم فيه احد الادوات الرقابه البرلمانيه لمناقشه الحكومه او الرئيس نفسه. يعني لم يقدم طلب احاطه، لم يقدم سؤال، لم يقدم استجواب لأولا بداية دخول الحكومة أو الدولة في هذا المشروع، وأين هي دراسات الجدوى الخاصة به، وهل كان من أولويات التخطيط أن يتم الدخول في هذا المشروع أم لا، ومن أين التمويل، والتقارير المالية السنوية الموجودة إذا سلمنا بصحة دراسة الجدوى وبصحة مصادر التمويل والوضع التمويلي ككل في التدفقات النقدية الداخلة والخارجة. فالرقابة هنا منعدمة تماما، وأن ما يقوله رئيس الشركة عن دور الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهاز يقدم مع نهاية كل عام تقريره إلى مجلس النواب عن الموازنة العامة للدولة. لم نجد داخل هذا التقرير اللي بيقدم من الجهاز المركزي للمحاسبات إلى مجلس النواب كلمة واحدة عن العاصمة الإدارية الجديدة، إذا كانت هذه الشركة مملوكة للدولة، فكيف يكون هناك شركة مملوكة للدولة ولا يعلم المجتمع شيء عن وضعها المالي؟ يا إما هناك بنود أو مصادر لا يرضى عنها الشعب في تمويل هذه المدينة أو العاصمة، أو هناك فساد كبير جدا في طبعا غياب دراسات الجدوى هو السمة الرئيسية لأداء السيسي في المشروعات العامة. طيب استاذ عبد الحافظ، في نقطة مهمة إلى مشكلات كثيرة لمصر. جميل، في نقطة مهمة، احنا الحقيقة لما حولنا ال 58 مليار دولار للعملة المحلية فلقينا ان تكلفة العاصمة الإدارية لحد دلوقتي هو 1,406,505,800,000 جنيه، رقم رهيب جدا. هو الرقم ده في أي دولة في العالم ممكن يستخبى من الموازنة؟ يعني الرقم ده إزاي ينفع يعدي يعني من غير ما حد يقول يا جماعة ده 1,406,505,800,000 جنيه؟ هو طبعا هذه جريمة في حق الرئيس نفسه وفي حق الحكومة وفي حق مجلس النواب، فأن يكون هناك مبلغ يفوق حجم الإنفاق في الموازنة العامة للدولة ولا أحد في المجتمع كأفراد أو كمؤسسات يكون عنده دراية بكيفية التصرف في هذه الأموال. حتى لو كانت المنتجات في شكل الصور التي تعرض علينا في وسائل الإعلام، فهناك للأسف أمور لا يمكن إخفائها في ظل تصريحات المسؤولين المتعاقبين عن شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي كان آخرها أن هناك 35,000 موظف سيتم نقلهم للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون متوفر لهم مساكن في مدينة العبور بحيث ينتقلوا يوميا من مدينة العبور إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكل موظف في الشهر يأخذ 2,000 جنيه بدل سكن، فضلا عن أن الوحدات السكنية اللي هياخدوها تكون مدعمة على حساب الدولة. فحضرتك هنا أنت بتعمل نوع من التفرقة بين العاملين في الدولة، وبتكرس لمبدأ التفريق بين العاملين في جهاز الدولة، بعد ما كان عندنا اعتراض على أن يكون هناك الكادر الخاص أو المرتبات المتميزة في الكهرباء، في البترول، في القضاء، في رئاسة الجمهورية، في رئاسة الوزراء، هيضاف إلى هذه أيضا العاصمة الإدارية الجديدة.
وده هيبقى باب كبير جدا من ابواب الوساطه والمحسوبيه، ان ناس كتير ان هي تروح تشتغل في العاصمه الاداريه الجديده عشان ياخد بدل السكن، عشان ينتقل للسكن في مدينه العبور. فنحن الان امام مشروع بتغيب عنه المشاركه المجتمعيه في فكره انشائه، في دراسه جدوى، في طرق تمويله، في طريقه ادارته، في وضعه المالي. فنحن نريد ان يتسم السيسي والحكومه بالشجاعه ويعرض الوضع المالي لهذا المشروع على الشعب، حتى تكون هناك عملية من المساءلة أو التبرئة بالنسبة لهم. طيب، فيما يعتقد أنه جريمة في حق الشعب المصري بعدما أن علمنا هذا المبلغ الكبير من الإنفاق الذي وصل طيب إلى 50 مليار دولار. لو أن أي دولة، تركيا على سبيل المثال، لأن هم في مصر بيحبوا أوي المقارنة مع تركيا، خرج الرئيس أردوغان وقال نحن سننقل العاصمة أنقرة إلى عاصمة جديدة، وقرر بناء عاصمة إدارية جديدة في مكان ما بين اسطنبول ومدينة أخرى، ومكان ده صحراء، وبدأت الإنشاءات والاستثمارات والأموال. يعني أنا أتخيل أن خبر زي ده واستثمارات زي دي هو خبر سعيد للشعب التركي، الإعلام التركي هيحتفي، الناس هتتكلم، هيكون في أمور استثمارات جاية، سوق عقارات، يعني أمور كثيرة إيجابية. وأي دولة أخرى، هو ليه في مصر الناس كلها شايفة العاصمة الإدارية دي وبال على الاقتصاد المصري؟ ولو أي دولة أخرى بتعمل مشروع كبير بهذا الحجم هيكون حاجة إيجابية جدا. في عدة أمور للتعليق على هذا الأمر يا دكتور أسامة. تفضل. فيما يتعلق بالدولة المتعارف عليه في التخطيط، وإحنا مش بنتكلم على التخطيط المركزي أو الشمولي بتاع النظم الاشتراكية، بنتكلم على النظم اللي بتتبع اقتصاد الرأسمالي، ان بيبقى في حاجه اسمها اولويات التخطيط. فعلشان يقرر مشروع مثل هذا لابد تكون له اولويه في احتياجات المجتمع. هل المجتمع المصري الان في حاجه الا انه لما يروح وزاره الصحه، وزاره التعليم، وزاره الماليه، اي وزاره من الوزارات اللي فوق 30 وزاره في الحكومه المصريه في العاصمه الاداريه الجديده هيتكلف مصاريف قد ايه علشان يخلص مصلحة أو ورقة أو ما إلى ذلك؟ طبعاً فيما يتعلق بدولة مثل تركيا، مثل ماليزيا، مثل غيرها من الدول، الدولة سين، الدولة صاد، علشان تعمل عاصمة إدارية جديدة لازماً يكون هذا التمويل لا يمثل ضغط على الدولة، سواء كان من تمويل محلي أو تمويل أجنبي. لأن أنا حتى لو اعتمدت على التمويل بالكامل للجهاز المصرفي المصري أو من أي وسيلة من الوسائل، فده بيبقى خصم من الإنفاق على الاستثمار داخل القطاعات الإنتاجية والخدمية بشكل كبير. فإحنا ما نشوف التجربة بتاعت ماليزيا مهاتير محمد لما عمل العاصمة الإدارية الجديدة في بوتراجايا، بعد ما حقق طفرات في الإنتاج ووصل بمعدل البطالة على ما يسميه الاقتصاديين التوظيف الكامل، يعني بعد ما خلى معدل البطالة في حدود 3% وبدأ يستورد عمالة من إندونيسيا ومن غيرها من الدول المحيطة، وشعر أن عنده فائض من التمويل في الموازنة العامة، بدأ يتجه إلى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها بتمتص فوائد الأموال علشان الفائض ما يسببش مشكلة عنده ويعمل نوع من التوازن. لكن انك تبقى دوله فقيره ودوله مدينه ودوله تعاني من مشكلات في كثير من القطاعات ثم تتجه الى مشروعات البهرجه دي، فده يعني انا تقييمي الشخصي ان من وراء انشاء هذه العاصمه هو التفكير الخرب للاقتصاد الاماراتي. فتجربه الامارات كتجربه تنمويه فاشله، خبراءها على ما اعتقد هم من نصحوا بإقامة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، والكلام اللي أنا بقوله ده مش كلام من عندي. فيما يتعلق بفشل تجربة التنمية في دبي وفي الإمارات، هذا الكلام مدون في أحد الكتب المنشورة في مصر بعنوان الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وأثرها على الاقتصاديات العربية، وبين ضفتي هذا الكتاب عنوان بارز عن فشل تجربة التنمية في دبي وفي الإمارات، لأنها خالفت كل مقومات التنمية الموجودة، سواء الموارد الاقتصادية المالية
أو الطبيعية أو البشرية. وبالتالي لو أن هذا الإنفاق وجه للاستثمار في مصر في إنتاج السلع والخدمات، يعني لو كنا يعني مش 58 50 مليار 30 مليار فقط، لكان هيبقى عندنا عائد كبير جدا، وكنا خرجنا من كثير من الأزمات الاقتصادية اللي بتمسك بخناق المواطن المصري الآن. شكرا جزيلا لك عبد الحافظ الصاوي، الباحث والكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية، كنت ضيفي عبر الإنترنت.